أهلا، الأخبار معكم. في الفيديو ده أنا هتكلم عن موقع اسمه برايم فيسيو، تمام؟ الموقع اللي اسمه برايم فيسيو ده فيه كورسات وتريننج تدريب في مجال العلاج الطبيعي، وفيه يعتبر كورسات ومحاضرات عن أكتر من موضوع في العلاج الطبيعي. تمام. طب مين اللي بيقدم الكورسات دي؟ اللي بيقدم الكورسات دي هم محاضرين، يعتبر هم ايه، دكاترة ومعيدين في جامعات في مصر وكمان جامعات بره مصر، تمام. ومعظمهم بيكونوا دكاترة مصريين، تمام. وبرضه في دكاترة اجانب برضه بيعملوا الكورسات دي او بيعملوا المحاضرات دي، تمام، او السيشنز دي او الويبينارز دي، ماشي. طيب دلوقتي الموقع اللي اسمه برايم فيسيو انا ازاي هسجل فيه واخد فيه منه كورسات؟ اقول لكم دلوقتي الموقع ده انا سايب اللينك بتاعه في الوصف او الديسكريبشن بتاع الفيديو، تمام. دلوقتي انت هتدوس على اللينك، هيطلع لك الصورة او الصفحة دي، تمام. هتروح تعمل ايه؟ هتدوس على كريت انيو اكونت اللي هي تحت دي، هتدوس عليها عشان تعمل حساب جديد اكيد في الموقع، تمام. هنا بقى هتكتب ايه؟ هتكتب الفيرست نيم بتاعك، اللاست نيم، الاسم يعني، والايميل والباسورد والبروفيشن اللي هي المهنة، والكونتاكت نمبر الرقم بتاعك، وكمان الكونتري البلد، وبعدين تدوس هنا، تمام. وانا زي ما معاكم كده افتراضا نكتب اسم، تمام، نكتب اسم، الايميل نكتبه برضو بتاعك، الايميل اكيد بتاعك انت اللي هتسجل بيه، اللي هو الجميل، تمام. وي اهو تمام اهو تمام. وتكتب برضو الباسورد بتاعك، تمام. وبجانب كده برضو البروفيشن اكتبها بي تي فيزيكال ثيرابي، والكونتاكت اكتب رقمك، والدولة اكتبها الدولة بتاعتك انت، تمام، يعتبر اهو، تمام. وتكتب ودوس على I have read دي، تمام، وبعديها sign up، تمام. احنا كده سجلنا في ايه، في الموقع. هنروح نعمل ايه؟ هندوس على ال courses دي، هندوس على ال ايه، ال courses، دوس عليها، تمام. في الموقع في كورسات مدفوعة وكورسات مجانية، تمام. احنا هناخد الكورسات المجانية، تمام. دلوقتي انت هتروح تعمل ايه في الحاجات دي كلها؟ دي كورسات، تمام. نبدأ بدي بالاول، كلينيكال دراج نيدلينج، تمام، اللي هي الابر، يعني الابر الصينية يعتبر، تمام، نيدلينج، تمام. الكورس ده مدفوع، تمام، فاحنا اكيد اكيد دلوقتي مش هناخدوه. بعد كده هنروح للفري كورس اند ويبينارز دي، ندوس عليها. طلعت الكورسات المجانيه، تمام. الكورس ده برضو بتاع الهيدك، تمام، والكورس ده برضو موجود، تمام. وزي ما بقول لكم المحاضرين بيكونوا يعتبر اغلبهم مصريين، وفي جامعات في مصر او في جامعات بره مصر، تمام. وهكذا برضو، ده كورس وده كورس، برضو ده كورس، تمام. ده بتاع ده كورس السيرفايكال سباين، تمام، وده يعتبر كورس تبع الشولدر جوينت، تمام. وبرضه الكورس ده يعتبر كبير، 25 ليسون او 25 درس او مديول يعني جزء، تمام، برضه موجود، تمام. وبرضه لو دوست على ماستر كلاسز برضه هيطلع لك كورسات وكمان ويبينارز ومحاضرات برضه لدكاتره ومعيدين، تمام. فبرضه لو نزلت كده هتلاقي ان الكورس ده مدفوع، تمام، فده احنا مش هناخدوه، لكن الكورس ده مجاني والكورس ده مجاني، وهكذا. انت لما تنزل برضه هتلاقي ان التلات دول مجانيين، تمام. وبرضه تحت هنا في ايه، دوس على اتنين عشان تلاقي كورسات تاني، هتلاقي هنا ان ده مجاني 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 برضه، وفي كورسات صغيره اتنين مثلا، اتنين ليسونز، تمام، وفي كورسات كبيره زي 14 ليسون ده زي كده، تمام، عن السباينال استينوسس، تمام. برضو لو نزلت هنا تاني
هتلاقي ان عندك انت 3 كورسات دول يعتبر مجانيين، ولو دوست الثلاثة اللي تحت دي عشان تروح صفحة تاني فيها كورسات، 3 كورسات دول مجانيين، نفس الكلام دول 3 مجانيين برضو، دوس على 4 برضو زي ما بقول لك انا، دول 3 كورسات، 2 دول مجانيين لكن ده مدفوع، تمام، لان ده كان ايه، كان كونفرنس مؤتمر دولي فهو مدفوع، تمام، الاتنين دول مجانيين لكن ده مدفوع برضو، هنا الاتنين دول مدفوعين، الكورسين دول مدفوعين لكن الكورس ده مجاني، دوس على 5 برضو لتحت هتلاقي كورسات تاني، يعتبر الكورس ده والكورس ده مدفوعين لكن الكورس ده مجاني برضو، بتاع The Value of Movement Testing and Retraining، تمام، فانت كده هتلاقي كورسات في الموقع. وبرضو لو دوست على اورثوبيديك مانوال ثيرابي باي او ام تي، تمام، هنا لو دوست هنا هتلاقي برضو كورس يعتبر كبير، 25 ليسون، الكورس ده احنا يعتبر مهم، تمام. دلوقتي انا بقول لك ايه، انا بقول لك استعراض للكورسات اللي في الموقع، تمام، احنا نجرب ناخد كورس ونعرف ازاي نسجل فيه. افتراضا الكورس ده مثلا فري، لازم نتأكد ان هو فري الاول، هندخل عليه ندوس عليه وبعديها ندوس على enroll for free، ندوس عليها بعديها هيظهر ايه، هيظهر الكونتنت نفسه بتاع الكورس، تمام، المحتوى بتاعه، تمام، زي ما انت شايف، تمام، في الايه، في الفيديوهات والملفات بتاعته، تمام، الكورس بيكون عبارة عن فيديوهات ويعتبر فيه ملفات او حاجات تبقى مكتوبة في الموقع نفسه، فاحنا ده كله بنقراه وبنشوفه، تمام، سواء فيديوهات او ملفات او حاجة مكتوبة في الموقع، تمام، محتوى الكورس نفسه نذاكره، تمام، بعدين ندوس هنا هتلاقي انت الملفات الكورس نفسه، تمام، وبرضو لو قفلت دي كده ورجعت تاني على زوم سيشن ديتيلز، تمام، هنا الزوم اللي هو الفيديو، لو دوست هنا برضو على سيشن فيديو دي هتلاقي ان الفيديو اشتغل معاك، هتلاقي ان الفيديو اشتغل معاك، وبعد ما بتخلصه بتدوس على كومبليت اند كونتينيو كيب دوينج او كيب جوينج، دوس عليها وهتمتحن امتحان ومن بعد دي الشهاده تطلع، تمام. فافتراضا ندوس هنا، تمام، ندوس بعديها على كونتينيو، تمام، انا دلوقتي هسرع العملية شوية، تمام، وايه، وهوريك ازاي الشهادة بتطلع، تمام، من بعديها برضو ده، تمام، بعديها ظهرت لك دي على جنب اللي هي بتاعة السيرتيفيكيت، تمام، هتدوس على داونلود يور سيرتيفيكيت اللي هي تحميل الشهادة يعني، تمام، الموقع بيحمل الشهادة طلعت ليك، تمام، يعتبر الموقع ده موجود من 2006، تمام، ويعتبر الموقع ده بيقدم تريننج او تدريب او كورسات، وهو كمان بريطاني، تمام، ويعتبر كمان هو موجود في انجلترا وويلز، تمام، وهنا التيتور اللي هو المحاضر او اللي ادالك الكورس نفسه، تمام، وده اسمك، تمام، واسم الكورس يعتبر، تمام، وبعدين هنا بتدوس على داونلود بي دي اف او ممكن تدوس على كوبي لينك لو عايز تدي اللينك بتاع الشهاده لحد، تمام، وبكده انت بعد ما بتخلص الكورس، بتخلص كل الحاجات اللي في الكورس، بتطلع لك الشهاده وبتحملها زي كده، بتدوس على داونلود بي دي اف، تمام، فاهو الشهاده اتحملت، تمام، وهكذا في اي كورس. وتقدر كمان طريقه تانيه عشان تجيب الشهادات بتاعتك، تمام، بتروح تعمل ايه، بتروح دايس على علامة الشخص دي اللي فوق، بعديها تدوس على ماي اكونت، بعديها تروح على جنب كده في حاجة اسمها سيرتيفيكيتس او شهادات، تمام، وهتلاقي ايه، وهتلاقي الشهادة موجودة اهي، دوس على فيو طلعت لك، تمام، وكمان لو في كورسات تانية انت واخدها فبرضه الشهادات بتاعتها تكون موجودة،
تمام. وبرضو انت لو رحت على ماي داشبورد هتلاقي الكورسات اللي انت مسجل فيها، واحنا سجلنا في كورس ده وخدناه. تمام، شكرا خالص لكم، مع السلامة.